عايزك تقول حاجه للجيش المصري في احتفالات نصر الدوله. الف مبروك، الف مبروك لكل جندي ولكل قائد ولكل فرد ولكل مجند. مش عارف اقول ايه والله العظيم. طيب انتوا النهارده عملنا النهارده دوت، انتوا النهارده بتعملوا ايه هنا؟ بنرسم بسمع على وجوههم بس انا. طيب. بندي لهم جزء من اللي هم عملوه. انتوا كشافه تبع مدرسه معينه؟ مركز شباب ناصر. مركز خيمه اليوبيه. مركز شباب ناصر شبرا خيمه اليوبيه. جايين النهارده مدينه بنها عشان تحتفلوا بانتصارات اكتوبر. انتصارات اكتوبر. طيب في عندكم مثلا فعاليات معينه هتعملوها خلال اليوم؟ المفروض ان احنا عملنا طابور العرض الصبح. طابور العرض كان المفروض ان هو من ميدان الجند، قبر جند المجهول عند محطة القطر، وخدناه من المسيرة لحد هنا قصر الثقافة. تمام. هما دلوقتي شغالين احتفالات فوق، بس انا شغالين مع بعضينا العاب فردية والعاب جماعية وكده. سبعية سبعية ايه التالي؟